بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك الحزينة بالنسبة لنا يعني كزملكاوية، مش طبعا بالنسبة للأهلي يعني، الناس سابت الماتش ومسكت في اتنين، واحد منهم هو المعلق الرياضي الكبير المعروف الجنرال مدحت شلبي. ايه التعليقات؟ ايه اللي اتقال؟ ايه الجمل؟ منحاز؟ لا، ايه موضوع الزغلول؟ ايه موضوع معلول؟ إيه كعبه متحني؟ ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ معانا الكابتن مدحت شلبي. اهلا جنرال، ازيك؟ يا مساء الانوار يا استاذ عمرو. اخيرا يا اخي سمعت مساء الانوار عندي في البرنامج ده، كده ده تشريف، ده مساء الانوار. مساء الانوار يا استاذ، اهلا وسهلا. كابتن مدحت، اكيد انت مطلع على الناس اللي بتعلق بره سواء كانوا عرب او اجانب، هل في اي حد قريب من مدرسة مدحت شلبي يعني بيقول الكلام زي مدحت شلبي كده، ولا الناس الكرة مع الخطيب، الخطيب يديها لابراهيم عبد الصمد، ابراهيم عبد الصمد يديها لزيزو، زيزو هو الجون؟ يعني كنا دايما نسمع التعليق كده، ما فيهوش حاجة ازيد ولا اقل، قول لي الفرق. الحقيقة أستاذ عمرو، يمكن من سنة 98 لما طلبني تلفزيون لبنان علق على كأس العالم 98 وراها أمم أوروبا 2000، كأس عالم 2002، أمم أوروبا 2004، دخلت في القاموس، لأن تعرف اللبنانيين لطاف وبيحبوا خفة الدم يعني، فدخلت في قاموس التعليق جمل من الأغاني. كنت أول واحد أستخدم الحكاية دي يعني، كنت أنزل أشتري الكتاب بتاع الأغاني وأطلع كده يعني بعض الأغاني يعني. طبعا طبعا، نوع من انواع التجويد يعني. فلقيت الموضوع لقى قبول جدا عند الجماعه في لبنان، وبالتالي انتقلت بيه لمصر. حاليا من سنتين ثلاثه اربعه اصدقائنا المعلقين العرب بداوا ياخدوا الحكايه دي وبداوا يحطوا جمل اغاني في تعليقات. صحيح، انا شفت كده برضو الفتره اللي فاتت دي، لقيتهم ام كلثوم وعبد الحليم. بالظبط بالظبط، ويستخدموا جمل كده. الحمد لله يعني احنا كنا كمصريين اصحاب المدرسه دي من سنه 98. اما بالنسبه لموضوع بعض الجمل اللي انت تقصدها اكيد، فخلينا اخش لك في صميم السؤال اكيد اللي انت حابب تساله. مساله الزغلول، صح كده؟ ايوه، معلول حط الزغلول. يا عيني عليك يا لول، حلو الكلام. ايوه بص يا بك. ايوه طبعا، هو طبعا السؤال الاول يعني ايه زغلول. ايوه، فانا طبعا فتحت المعجم، انا عارف طبعا، لكن قلت اتاكد قبل ما اطلع معاك، لان انت ما شاء الله مشاهدينك بالملايين في الدنيا كلها. فلقيت الزغلول هو فرخ الحمام. صحيح، وهو بالظبط كده، وفي المعجم العربي الخفيف الروح السريع. ده في المعجم، سيبك بقى من المعجم وتعالى ليا انا كمدحت. كنا بنلعب زمان في الشارع وفي مراكز الشباب، كان معانا شاب جميل بيربي حمام زاجل، منهم الحمام الزاجل اللي هو بيحمل الرساله وينقلها، وده غالي الثمن جدا يعني. فلما كان اسمه محسن، لما محسن ده كان يجيب جون نقول له حط الزغلول، حط كده يعني. دقيقه واحده يا مدحت، احنا ما نعرفش صاحبك وما نعرفش انه كان بيربي حمام، فاحنا واحنا قاعدين وانا اصلا ما كنتش طايق نفسي، الا اقول لك يا معلول حط الزغلول؟ اكيد كمواطن ده ضغطي عالي، لان انا لا اعرف صاحبك ولا عارف الزغلول. انا حط الزغلول دي يعني كانت صعبه بالنسبه لي. وانا عشان انا عارف ان انا هكلمك، فانا بدات الاول بمعنى الزغلول في المعجم العربي، عشان كده انا عارف ان انت هتقول الجمله اللي انت قلتها دلوقتي. الزغلول يا بيه لا معنى له غير اللي انا قلته. انا قلت الزغلول اللي هي الكره السريعه خفيفه الروح، وهي لابسه كلمه زغلول مع معلول معلول. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه تانية مهمه في رايي انا الشخصي يعني. التعليق 90 دقيقة، مفترض ان انا راجل مطرب، اي معلق مش انا يعني، لازم ان انا اسري الاذان بعبارات تشد الناس، والا ابقى انا راجل بقى التلميذ او موظف بروح الساعة 8 وامشي الساعة 2 ولا بس على فكرة ده منحنى جديد في التعليق يعني. كان التعليق تمام يعني، مثلا كان الله يرحمه كابتن علي زيور يعني هو اللي كان مثلا يستخدم تعبير سنه زياده او كده، انما اغلب المعلقين مع الكره مع ده جون بس، هو ده كان يبقى التعليق من اول الماتش لاخره كده.
صحيح، وده انا موافق جدا، وده في رايي انا غير ممتع بالمره. يعني افترض ان الناس قاعده في البيت ما لهمش قوي في الكوره ومضطرين ان هم يتفرجوا على التلفزيون، لازم لما اجي اطلع بس انا اقول اتكلم عن الحب مثلا، اقول فين الحب وفين لياليه، فين يا زمان خدته ووديته، راح منك ولا مخبيه، ما تطلع يا اخي الحب من جواك كده يعني. الله. لما تكون واحده ست ملهاش في الكوره هتسمع جمله هتقعد، واخد بالك؟ فلازم احنا نعمل حاله. انا راجل معلق. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. فضل. انا حسيت انه حاله الانسجام ما جاتش غير في جوان الاهلي، انما في جوان الزمالك على دقيقته وعلى خطوته هو بس كده، لا في الزغلول ولا في الحب ولا في كعبه متحني ولا الاهلي، بس هو اللي خد المتحني والزغلول. احنا خدنا ايه؟ سكتته ووقفته ودقيته بس كده. ايوه. لا، واخدت واحده تانيه مهمه جدا. لما مصطفى فتحي حط الكوره في المقص قلت ايه؟ قلت لا الشناوي ولا عشرة زي الشناوي يعرف يمسكوها. ايوه برضو، ما كانش فيها جداً. ما كانش فيها القيمه، ما فيش حته الزغلول برضو، يعني ما اديتناش برضو احنا حته زغلول من عندك. كن عادلا يا كابتن، يعني ادينا برضو من عندك حاجه. يعني عايز اقول لك حاجه صغيره بعد اذنك، يعني اتفضل يا فندم. مثل جميل كده بالعربي وله جمله بالانجليزي، انت استاذ فيها. لما يقول لك إيه؟ كل يرى الناس بعين طبعه، لهذا لا تنتظر من الخبيث أن يراك نقيا، ولا من الشرير أن يراك طيبا، ولا من البخيل أن يراك كريما. الجملة بتاعتها المثل الإنجليزي المعروف Everyone sees people with his own eyes. أنا لم أكن أقصد إلا أفضل النية، لكن لما يطلع المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك، مع كل الاحترام لي، يعني لما بيان الزمالك يطلع يقول إن مدحت كان متحيز، أحترم وأقول له تعالى يا أستاذ حسين متفاهم أنا كنت متحيز في إيه؟ ده أنا يا راجل قلت مليون جملة تشجيع للزمالك، لما قلت إن ده ماتش ويعدي، ولما قلت إن الدوري لسه بدري. لا، أنت طبطبت علينا، عندك حق. يعني انا من الناس اللي كلامك ولما قلت ما احنا لسه يعني في اول الدوري، وكل أيوة الكلام الحلو ده طبطبه، لا كان في طبطبه في الاخر. قلت الشاطر اللي يضحك في اخر الدوري. قلت حاجات كتير جدا جدا، لكن هم اللي زي ما انا قلت بقى الخبيث اللي عايزه والشرير اللي لما يطلع بقى يا استاذ عمرو المتحدث الرسمي المحترم، مفترض ده راجل مثقف، يطلع يقول ان الزمالك معترض على تعليق مدحت انه كان متحيز، ماشي اقبلها منك وهتناقش معاك، لكن لما تطلع تقول كلام ما يخشش البيوت يا اخي عيب. لازم تكون مثقف ولازم تعرف على هو سعد زغلول الزعيم، هو زغلول ده عيب، هي فاتن حمامه مالكش دعوه بسعد زغلول، وما دام فاتن حمامه ما لهمش علاقه يعني انت كده بتفسر اكتر. طب هو الزغلول الاحمر، الاحمر الزغلول الاحمر في مشكله يا راجل؟ يعني احنا بس مع الاسف هم الاهلاويه شطار على السوشيال ميديا وعملوا موضوع، وانا اشوف ان اذا اخذنا المواضيع بلطف كلنا الدنيا تبقى لطيفه والله العظيم يا استاذ عمرو، ونضحك ونمدح مره بس مع الاهلي. خليني اقول لك حاجه بجد. القضيه انه المباراه كان فيها جرح، انت فاهم ازاي؟ فلازم برضو يعني تقدر الالتهابات، لازم تقدر يعني طبيعي الناس مش ناقصه. يعني هي المساله، يعني احنا طالعين الشوط الاول 3-0، انت فاهم ازاي؟ فمش ناقصة يعني خلاص. يعني قلت الزغلول وكعبه متحني والسلية او كعب بتاع السلية، على فكرة مش متحني بس، ده كعب ذهبي يعني، انا لو عايز تسألني انا اقولك. وشريف المخيف وكل ده عظيم، بس مش وش بقى، خلاص احنا في الشوط الثاني مش قادرين عشان كده. خلي بالك، انا خلي بالك ان زغلول دي اتقالت في الشوط الاولاني في الجون الثاني. انا فاهم يعني. انا كان خلاص اقول لك مفاجاه يا استاذ عمرو، اقول لك مفاجاه. ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، انا كنت بعلق عليه ارضي، لانه كان طبعا قناه بين واخده فضائي، انا كنت بعلق عليه ارضي، وقلت نفس انا ما بكررش عاده الافيهات بتاعتي، بس المره دي كررتها يعني. قلت نفس الجمله لما ضرب الركنيه لعيب علي معلول وطلع عمرو السلايه حطها بدماغه، لو تفتكر الماتش ده بتاع القضية ممكن يعني. ايوه فاكر. انا قلت ده، قلت معلول حط الزغل، قلتها محدش يتكلم. عارف ليه؟ علشان النتيجه ما كانتش كده. ايوه ده اللي انا بقوله لك، يعني لازم تعذر الناس، لانه الموضوع كان تقيل، هيفي يعني، هيفي سكور زي ما بيقولوا.
على راسي على راسي. وانا عارف انت بتحترم جمهور الاهلي وجمهور الزمالك طبعاً. ورغم طبعاً يعني ان انت ممكن تكون بتحب نادي او ما بتحبش نادي بس انت راجل برضه الاثنين في القلب الاثنين في القلب. انا والله عارف انت راجل برضه محترف وتعمل توازن. وانا رايي ان انت فعلا زي ما اقترحت انت لازم تسجل يعني حاجاتك بقى في الشارع العقاري. أيوة بركات ملك الحركات بيبو وبشير كل الترند ده. ما بين قربك وخوفي عليك يا عمرو اقفل رجليك. مش عمرو انا اكيد. لا 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 مش عمرو انت اكيد. العافيه بقى هيطلعوا عليها شغلانه دي هيطلعوا عليها شغلانه. ايوه. طب كابتن مدحت ايه رايك النهارده في التصريحات بتاعت الحكم محمد عادل النهارده؟ والله بص هو برضو لازم الحكم انا رايي الشخصي لا يعلق اطلاقا في اي وسيله اعلاميه بالزبط. على اي يعني ده انت عمرك شفت قاضي طلع يبرر؟ لا خلاص ما بنشوفهاش بره حتى يعني خلاص اطلاق ولا بره ولا في اي حته ماتش خلص انت لا تعلق لانه واحد هياخد جمله منك كده هيأولها هيغيرها هيألفطها. انت حكم حكمت حلوه يا ألفطها دي على... ايوه ألفطها كان 20 على 10 في رايي انا الشخصي. كان حكم مباراه ممتعه واحنا بنشوف في اوروبا اخطاء فادحه فكان خلاص انت حكمت اقفل الصفحه انتهينا. فهو اخطا ممكن بقى يتورط في حوار يتورط في كلمه يتورط في جمله. انا رايي ان هو كان مخطئ ان هو يعمل مداخله. طيب الناس في الشارع بتقول لك ايه من بعد الماتش؟ بتقول لي انا يعني؟ اقسم لك بالله انا بخش اي مول او بعد المباراه تحديدا اهلاويه وزملكاويه اقسم بالله ورحمه امي في تربتها العشرات بيتلموا والحمد لله ده على طول يعني لكن تحديدا بعد الماتش ده الكل. يا كابتن مدحت انت نجم ازاي بقى؟ لا طبعا يا خليك يا عمرو عادي يعني. انا بقول لك يعني على الماتش ده بقول لك على الماتش ده تحديدا يعني بعد ما يتلموا ويتصوروا والله العظيم الزملكاويه يقعدوا يضحكوا والاهلاويه يضحكوا والاثنين مع بعض سمنه على العسل. ايه الموضوع؟ هي السوشيال ميديا هي السوشيال ميديا بس. لا وبعدين هي خلي بالك ناخدها بلطف برضه يعني مش عايز الزملكاويه يزعلوا الزمالك وبعدين الماتش الجاي لو الزمالك كسب هنهلل وانت برضه عايز تعمل افيهات هو يعني زملكاوي يعني يا ريت برضه لما نكسب الماتش الجاي يبقى في واحد زغلول لينا احنا كمان يعني. انا شايل لك زغلول للماتش الجاي لو سمحت. زغلول كبير الزغلول الكبير جامد جدا يعني جدا ابيض بخطين كده برضه يعمل شغل معانا طبعا في القلب في القلب والله العظيم. كابتن مدحت صحيح حققوا معاك ولا ده اخبار برضو؟ عملوا ايه بتقول؟ تحقيق هل حصل تحقيق؟ لا 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 لا, لا خالص خالص مش اي حاجه. انا بحترم الناس كلها مش اي حاجه. وانا برنامجي بكره وعامل سهره جميله بكره ان شاء الله في حصاد الاسبوع والدنيا لطيفه والناس فاهمه الناس المثقفه فاهمه ان ما انه انا عايز اسال اي واحد قول لي يعني ازغلوا بس يعني هي سؤال بريء جدا اديني اجابه منطقيه بس. لا هو موضوع الزغلول كان في دماغك انت بس يعني فاحنا كل واحد فينا فسر زي ما هو عايز بقى. وفي المعجم العربي وفي المعجم العربي ايوه 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 انا عارف ايوه في المعجم العربي ايوه 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 الاعلامي الكبير الجنرال مدحت شلبي بشكرك شكرا جزيلا ان خصصتنا بهذه المداخله. شكرا ليك. شكرا يا استاذ عمرو اشكرك. شكرا. سلام. شكرا.